مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من 7 دي سبورت. والنهارده حلقه اتمنى ان الناس تهتم باللي انا هقوله خلال الحلقه النهارده عن تحديدا كابتن خالد بيبو، لان في مواضيع مهمه كتير جدا لازم نوضحها لحضراتكم، ومعانا حاجات تانية كتير جدا خلال الحلقه. ويلا بينا على طول نبدا بالعناوين. خالد بيبو ووليد سليمان انطلاقه جديده بعد موسم تاريخي. تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب في فرع الاهلي بالتجمع الخامس. وانجاز كبير منتخب شباب اليد في المربع الذهبي لبطوله العالم. سيميوني: لم افكر في العرض السعودي. واخيرا بنفيكا يثأر من بورتو ويحصد السوبر البرتغالي. وكعادتنا بقى هنبدا على طول حلقتنا، لكن لازم اوضح نقطه مهمه جدا في النادي الاهلي. الطبيعي في النادي الاهلي ان بياخد قراراته دون ضغوط ودون تاثير ودون اي جدل. الجدل دايما بيبقى من على السوشيال ميديا، من وسائل الاعلام، لكن مش من النادي الاهلي. النادي الاهلي بياخد قراراته بعد دراسه، متأنيا في كل اختياراته وكل قراراته، دايما بتكون مناسبة لمتطلبات المرحلة. مفيش خلاف على ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ادى ما عليه طول سنواته في منصبه كمدير كرة النادي الاهلي، وهو من انجح مديرين الكرة في تاريخ النادي الاهلي، ومفيش شك انه حقق نجاحات كبيرة جدا. لكن كمان التغيير هو سنة الحياة. التغيير مش لازم يكون مرتبط باخفاقات زي ما الناس فاكرة، واسباب رحيل كابتن سيد ومش عارف كلام كتير قوي كده، مش بتاع النادي الاهلي خالص. ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص، بالعكس ممكن تبقى كسبان وتغير، لان ممكن تكون داخل على مرحله جديده او حاجه مختلفه بمعطيات مختلفه وجديده جدا. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ خرج من الباب الكبير جدا بعد موسم تاريخي، وبعد ما ادى كل اللي عليه، وهو جزء كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي. ولكن ايضا كابتن خالد بيبو دخل من الباب الكبير، لانه واحد من الكوادر الاداريه الناجحه جدا في النادي الاهلي، اللي موجودين وتدرجوا في مناصب عديده جدا خلال تواجده في فتره النادي الاهلي، وفتره طويله مش قليله كمان. كابتن خالد بيبو واحد من اللاعبين اللي كان ليهم رصيد عظيم جدا في قلوب جماهير النادي الاهلي. اسمه كان دايما مرتبط بنتائج تاريخيه مع النادي الاهلي. ما ننساش طبعا، ما حدش هينسى ماتش السته، ماتش سان داونز في النهائي دوري ابطال افريقيا، وكذا هاتريك كده ومميزين جدا في التاريخ لكابتن خالد بيبو. لكن كمان كابتن خالد بيبو قدم تجربه رائعه كرئيس لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقبلها كمان في اكاديميه النادي الاهلي. وخلي بالك انا ممكن يعني نجاحات كابتن خالد بيبو في الاكاديميه مثلا، العوائد اللي جت منها كانت كبيره جدا، زود فروع الاكاديميه وجاب فلوس كتير جت من خلاله، حاجات كتير جدا زود. كان دور كابتن خالد بيبو ليه بصمه كبيره فيها قطاع الناشئين دلوقتي كمان، وقطاع الناشئين كان بصمته فيها واضحه بشكل كبير جدا جدا. ووقته في منصب مدير الكوره، جمهور الاهلي واعي طبعا وعظيم، ودايما بيتضرب بيه المثل في دعم فرقته، ولذلك جمهور الاهلي زي ما كان بيدعم كابتن سيد عبد الحفيظ، هو دلوقتي الدعم الاول لكابتن خالد بيبو في تجربته الجديده. كابتن خالد بيبو عنده خبره اداريه كبيره جدا، وعارف كل كبيره وصغيره في فريق النادي الاهلي، وبالتالي هو بدا على طول شغله من اول يوم، وبيسعى لبدايه مثاليه من الناحيه الاداريه، وكل الاهلاويه بيدعموه. قبل ما اخلص كلامي انا بس عايز اوضح نقطه مهمه جدا. انا اشتغلت مع كابتن خالد بيبو شخصيا، وعارف شخصيه الراجل ده، وعارف استراتيجياته. كابتن خالد بيبو بالمناسبه بيعمل ماجستير في التجاره، وهو احد خريجي جامعه عين شمس كليه التجاره، وفاضل له في الماجستير فقط مشروع التخرج. كابتن خالد بيبو امتياز في سنتين الماجستير، عشان انا قريت النهارده كلام مش من المنطقي ان هو يتقال، واصلا الناس عرفت حاجه غلط. يعني ما اعرفش مين اللي وصل المعلومه دي او مين اللي قال حاجه زي دي، لكن انا بقول لكم كابتن خالد بيبو ماجستير، على وشك انه يحصل على درجه الماجستير. كابتن خالد بيبو واحد من المميزين في الاداره، وليه بصمه في كل مكان، سواء جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. وانا اشتغل، انا بقول لكم عن تجربتي الشخصيه مع كابتن خالد بيبو، لا ليه بصمه، وبصمه كبيره جدا. انا كنت اول داعم لكابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن سيد عبد الحفيظ ادى دور تاريخي ومن احسن الناس اللي جت في المكان ده، زيه زي كابتن ثابت البطل، زيه زي كابتن طارق سليم، زيه زي كابتن وائل جمعه لما كان موجود فتره من الفترات، كابتن هادي خشبه، وقبلهم ناس كتير جدا عظام، وكابتن حسن حمدي كان في فتره من الفترات وقت قليل لكن كان في منصب مدير الكوره، ومنصب مدير الكوره ده من اهم المناصب في النادي الاهلي. فمش اي حد يصلح يكون مدير كوره
فلما يتم اختيار كابتن خالد بيبو من الكابتن محمود الخطيب، دي مش حاجه والده اللحظه، ده راجل تم تدرجه ووصل للمرحله دي بعد ما شقي في النادي الاهلي في اكتر من مكان. لما تتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ بتقول في الاول ايه؟ ان هو بدا في اكاديميه النادي الاهلي، قعد فتره مش قليله، ولكن ما كانتش فتره كبيره قوي في اكاديميه النادي الاهلي، وما مسكش الاكاديميه، ده كان في فرع الفيوم تقريبا، ولكنه تعلم كتير جدا. وكابتن سيد التدرج المناصب ده شيء اساسي في النادي الاهلي واساسي العمل في النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو تدرج في المناصب في النادي الاهلي ونجح في كل المناصب، والتكليفات اللي جات له كلها كان قدها، وبالتالي كل الدعم لكابتن خالد بيبو في الدور اللي هيبقى كبير جدا، وانا واثق ان هو قده كمدير كره للنادي الاهلي، وعارف ان هو هيحظى بدعم جماهير النادي الاهلي بالكامل، وهنشوف ده كلنا مع بعض الفتره اللي جايه. وانا زي ما بدعم اي شخص في النادي الاهلي، انا دوري كمشجع اهلاوي ان احنا ندعم، دورنا كلنا كاهلاويه ان احنا ندعم النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل موسم تاريخي، عامل موسم ما فيهوش ولا غلطه، فبالتالي القرارات اللي بياخدها مجلس اداره النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي لازم يكون وراها. ده تاريخ يا جماعه، كان لازم نقول عليه كل حاجه يستحقها، ده بخلاف المؤهلات الرياضيه اللي معاه، ده واحد حصل على دبلومه الاداره الرياضيه، دبلومه الفيفا للاداره الرياضيه، ده كمان معاه الكلاس ايه او الشهاده ايه اللي هي التدريب يعني كمان، فبالتالي هو راجل مش ناقصه اي حاجه عشان يبقى في اي منصب في النادي الاهلي، واهم منصب هو مدير كره النادي الاهلي، مدير كره فريق كره قدم النادي الاهلي. نروح بقى لواحد من الكوادر الشابه اللي ليهم مكانه كبيره قوي عند كل اهلاوي، كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الجديد في النادي الاهلي. يمكن كابتن وليد بدا مشواره الاداري بسرعه جدا اول ما اعتزل على طول وحصل على دبلومه الفيفا للاداره الرياضيه، ودي كان بتكون فيها الدراسه لمده سنه، دراسه كامله يعني، ومشروع تخرج فيها، واستفاد استفاده كبيره جدا. ولاي حد بيشتغل في مجال كره القدم لازم يبقى معاه مؤهل من المؤهلات دي. كابتن وليد سليمان بيشتغل في صمت، بدا شغله بمباشره بالسفر للاسكندريه لترتيب معسكر الناشئين في الاكاديميه البحريه، ومركز جدا في شغله الحقيقه، الراجل مركز جدا وما بتسمعلوش صوت، هو راجل جاي يشتغل بس. كابتن وليد سليمان واحد من كوادر المستقبل في النادي الاهلي، وفكره صناعه الكوادر داخل النادي الاهلي دي هي اللي ضمن استمراريه نجاحه، ان انت تخلق كوادر شابه جديده، وان يكون ولاد النادي هم اللي شاربين تقاليد النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وطريقه الشغل جوه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش زي اي نادي تاني. الحقيقه ان الدور الكبير اللي عمله او اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب، وده دور مش سهل، ان هو يعد كوادر جديده، ودور مجلس اداره النادي الاهلي في منح فرص لتكوين كوادر في كل المجالات سواء في الاداره او النواحي الفنيه، واحد من اكبر انجازات المجلس ده بالمناسبه يعني، لان الكوادر دي هي دي مستقبل النادي الاهلي. يعني الكوادر الاداريه والكوادر الفنيه، حتى في الاعلام في كوادر شابه، هتلاقي الاعلاميين الاهلاويه كلهم باعمار مختلفه، الفنيين في الكوره وفي كل الالعاب الثانيه هتلاقي في تدرج وفي ناس بتتعلم من بعض، جيل بيسلم جيل، ده العادي في النادي الاهلي. كابتن وليد سليمان واحد من اللي دايما بيشتروا حب النادي الاهلي. كابتن وليد سليمان واحد من اللي عايز يتعلم وعايز يخلص دايما في كل مكان هو فيه، فالحقيقه كل التوفيق لكابتن وليد سليمان في مهمته الجديده اللي هي ايضا مهمه مش سهله، لكن ايضا انا واثق ان هو قدها قدود طبعا يعني. ما زلنا مع النادي الاهلي. شركه امستردام كلينك الهولنديه نظمت محاضره كده مع اعضاء النادي الاهلي في فرع التجمع الخامس في حضور طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير مشروع البطل الاولمبي ودكتور محمد زغلول رئيس مجلس اداره المجموعه لتفعيل مشروع النادي في اكتشاف واعداد المواهب وتنميتها. طبعا الشركه دي حرصت على تعريف اعضاء النادي الاهلي بدور الشركه في تنميه وقدرات مهارات الاطفال. هي ليها ادوار كتير قوي الشركه دي، هنعرف مع بعض تفاصيلها دلوقتي عن طريق القياسات والبرامج اللي هم بيعملوها لتحسين الاداء. ودي كلمه تحسين الاداء دي مش معناها ان حد عنده مشكله ولا حاجه، لا، هم بيعملوا اختبارات كده بيشوفوا، طبعا دي بتبقى تحت خبراء هولنديين اللي بيعملوها. وشهدت الفتره الماضيه دي الاتفاق على تفاصيل خاصه بالمشروع اللي هو هيبقى برعايه مباشره من جانب السفاره الهولنديه في مصر بالمناسبه يعني، وانطلاقته كانت في النادي الاهلي، ده نظرا لمكانه النادي الاهلي وشعبيته اللي بتعول عليه السفاره في نجاح التجربه في مصر. وبعدها سيتم اطلاق المشروع في الشرق الاوسط وافريقيا. وطبعا المشروع ده اساسه تكوين قاعده ضخمه من الرياضيين من خلال اكتشاف المواهب وتحسين الاداء الرياضي، والعمل على الاستفاده من التجربه الاوروبيه بشكل عام والهولنديه بشكل خاص. وطبعا تجربه هولندا نموذج مميز جدا في اكتشاف المواهب وتطويرها، خاصه مع تحقيق مراكز متقدمه في الدورات الاولمبيه وحققت نجاحات كبيره جدا على صعيد البطولات
وميداليات بعد ما حققت منتخب هولندا. ده طبعا يخص كل الرياضات، مش كره قدم ولا حاجه بس يعني، لا ده كل الرياضات، وهي مش لعمر معين كمان، ده من اول البراعم لحد المراحل الفريق الاول والكلام، كل مراحل الناشئين المتقدمه يعني. وعلى الرغم من عدد وحجم التعداد السكاني في هولندا، لكن هم بيعرفوا يكتشفوا المواهب، طبعا العدد قليل لكن هم بيعرفوا يكتشفوا المواهب، وعندهم قاعده كبيره جدا من المواهب، ودليل البطولات اللي بتاخدها هولندا في الالعاب المختلفه يعني. دي حاجه مهمه جدا لاعضاء النادي الاهلي ان هم يستغلوها، وان السفاره الهولنديه تثق في قيمه النادي الاهلي، دي برضو شيء مهم جدا. اتمنى ان اعضاء النادي الاهلي يستفادوا من حاجه زي دي. لسه احنا مع النادي الاهلي برضو، ولكن هنروح للكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، اللي اعلن عن ابرام عقود احتراف مع 4 لاعبين و5 لاعبات من ابطال الاهلي في الكاراتيه. الكاراتيه كان اغلب العقود عقود هوايه، هو دلوقتي عمل عقود احتراف للمميزين، ودي للمره الاولى في تاريخ النادي اللي بيتم فيها ابرام هذا النوع من العقود مع المميزين من لاعبي ولاعبات الكاراتيه. طبعا قال ان الاهلي اتخذ الخطوه دي للمره الاولى في تاريخه من اجل الحفاظ على العناصر الواعده في الكاراتيه طبعا، واللي سبق ليهم التتويج ببطولات وميداليات ذهبيه، والتاكيد على خوض تجربه جديده من الاحتراف، خاصه ان النادي الاهلي صاحب تاريخ كبير جدا وحافل بانجازات في لعبه الكاراتيه. طبعا عندنا النجم احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي دكتور مهند مجمج، وسبق للعديد من اللاعبين تتويج ببطولات العالم، منهم دكتور مهند مجدي طبعا احد ابطال العالم يعني. واكد خالد العوضي ان الاهلي انهى كافه اجراءات التعاقد مع ابطال الكاراتيه بالنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. هم بقى مين؟ كريم محمد وايه هشام وحبيبه ماجد وفاطمه عبد الناصر ومريم العزبي ومحمد صلاح عبد الحميد ومصطفى محمد وشوقي احمد وياسمين محمد احمد الهوادي. واضح طبعا ان هم مميزين جدا يعني، دول اميز لعيبه يعني. وطبعا بقيه تصريحات كابتن خالد قال ان اللاعبين واللاعبات المتعاقدات معاهم من ابطال اللعبه على مستويات المحليه والقاريه عالميا كلهم يعني، وبعدين يعد اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، مؤكدا ان الجميع جاهز لحصد البطولات في الفتره المقبله سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر، والظهور بشكل يليق باسم النادي الاهلي في المحافل القاريه والعالميه. واشار كابتن خالد العوضي الى ان التعاقد مع اللاعبات دول واللاعبين دول جاء في اطار خطه دعم جميع الفرق الجماعيه والفرديه داخل النادي الاهلي، على غرار ما حدث مع فريق مع كل فرق النادي الاهلي يعني لمواصله حصد البطولات في الموسم الجديد. خطوه مهمه جدا، وفكره الاحتراف في كل اللاعب ده شيء مهم جدا، لان اساس اي شيء ان اللاعب يبقى محترف. محترف دي مش معناه ان هو بيروح التمرين وينجي بس، او بياكل ويشرب كويس او بينام كويس، لا، عقود احتراف ماديا بيبقى مرتضي اللي هو بياخده عشان يبقى محترف فعلا، لان لازم يبقى في مقابل للحاجه اللي هو بيحبها وبيشتغل عليها وبيشقى عليها يعني. احنا شفنا بطل الكاراتيه النادي الاهلي جينا فاروق طبعا بطله اولمبيه، يعني دي واحده خدت برونزيه اولمبياد طوكيو. فبالتالي انت عندك اوريدي ابطال طالعين من النادي الاهلي بتحافظ عليهم بشكل مختلف بقى يعني. لسه احنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي بقى استقبل مساء الثلاث اللي فات بعثه منتخب اندونيسيا للكاراتيه بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وقيمه مباراه وديه بين فرق النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب اندونيسيا في حضور دكتور مهند مجدي اللي كنا لسه في سيرته برضه في الخبر اللي فات، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مع دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، اللي قام باستقبال بعثه اندونيسيا الحقيقه في حضور السفير لطفي رؤوف سفير اندونيسيا في النادي الاهلي بفرع مدينه نصر. حرص دكتور مهند مجدي على الترحيب بسفير اندونيسيا في مصر وبعثه منتخب الاندونيسي للكاراتيه في اطار العلاقات الوطيده بين النادي الاهلي وكافه المؤسسات الرياضيه داخل مصر وخارجها طبعا يعني. وقال دكتور مراد عاصم ان الاهلي دايما ما يستقبل زيارات من انديه ومنتخبات مختلفه في لعبه الكاراتيه لتبادل الخبرات، لا سيما ان النادي الاهلي طبعا بعد او يعد من اكبر الانديه التي تضم لاعبين ولاعبات على مستوى مميز، وايضا من حيث عدد المتواجدين او المتوجين في بطولات مختلفه في كافه المراحل. الحقيقه لعبه الكاراتيه من الالعاب المميزه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحصل دايما على بطولات فيها سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى اللعيبه الفرديين كمان. وانت عندك عضو مجلس اداره بطل من الالعاب الفرديه دي اللي هو دكتور مهند مجني، فبالتالي لازم يبقى فيه اهتمام بكل نوعيات الالعاب يعني. نروح بقى للخبر الثاني واحنا لسه في النشاط الرياضي مع كابتن خالد العوضي ايضا مدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي، اللي عقد جلسه مع الاسباني فرناندو مونيز فرناندي مونزو المدير الفني الجديد لفريق الاول لكره الطائره رجال، اللي وصل الى القاهره خلال الساعات الماضيه قبل ما يتسلم مهمه عمله في قياده الفريق بالموسم الجديد طبعا. شرح كابتن خالد العوضي خلال الجلسه دي مع المدير الفني الجديد لفريق كره الطائره
استراتيجيه العمل بالنادي الاهلي والاهداف اللي بيتطلع ليها الفريق خلال الموسم اللي جاي والمنافسات من خلال او المنافسه. طبعا النادي لازم تكون على كل البطولات، انت داخل عايز تكسب كل حاجه، فبالتالي هو شدد عليه ان هو ثقته فيه كبيره جدا. مسؤوليه النادي الاهلي في قدره او الجهاز الفني والتاكيد على الدعم الكامل للفريق من اجل تحقيق اهدافه، واطمن طبعا المدرب الاسباني من كابتن خالد العوضي على كافه الترتيبات الخاصه بخطه الاستعداد للموسم الجديد. وقال المدير الفني الجديد للفريق الاول للكره الطايره قام بجوله كده في النادي الاهلي، يعني شهدت عقد جلسه مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي قبل تفقد دولاب البطولات وحمام السباحه والجيم. زي ما احنا شايفين كده هو معانا على الشاشه، هو الراجل بيتفرج على دولاب البطولات، طبعا حاجه عظيمه جدا، يمكن ده اكبر دولاب بطولات ممكن نشوفه في مصر، يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ويمكن في افريقيا ويمكن في الوطن العربي كمان، مفيش دولاب بطولات اكتر من دولاب بطولات النادي الاهلي لا في افريقيا ولا في الوطن العربي. الراجل جاي يشتغل، وفرقه الطايره ليها تاريخ كبير، كابتن ميدو مصلحي المدير الفني السابق ليها كان ليه دور كبير جدا، عمل تاريخ كبير جدا لفرقه الطايره. والحقيقه ان الراجل ده عليه مسؤوليه كبيره، لان الماسترز بياخدوا كل البطولات، يمكن ما حصلش دروب غير في اخر سنتين وكسبانين في كل المواسم في بطولات متاخده يعني، والموسم اللي فات تقريبا خدوا برده كل حاجه. فالماسترز فرقه قويه، وكابتن ميدو مصلحي عمل تاريخ معاهم، فاي حد هيجي بعديه لازم يحافظ على التاريخ ده، واحنا كلنا ثقه طبعا في الراجل ده ان هو هيعمل معاهم حاجه كويسه ان شاء الله. نروح بقى ايضا لسه احنا في النادي الاهلي، في وفد من نادي الشارقه الاماراتي لرياضات الدفاع عن النفس قام بزياره للنادي الاهلي على هامش زياره فريق التايكوندو للقاهره لاقامه معسكر تدريبي، وخاضوا عدد من المباريات الوديه كده داخل مصر. يعني كان في استقبالهم الوفد طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وضم الوفد الاماراتي كل من عبيد العصيمي عضو مجلس الاداره وعبد العزيز الحمادي مدير اداره التدريب واسامه محمد الرديني السكرتير الفني للتايكوندو وعلي علوي المدير الفني للتايكوندو بالنادي. رحب طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي باعضاء الوفد الاماراتي مؤكدا على عمق ومتانه العلاقه التي تجمع بين النادي الاهلي ومختلف الانديه الشقيقه في الامارات ونادي الشارقه على وجه الخصوص طبعا. وقام لاعبي فريق نادي الشارقه بجوله في مقر النادي الاهلي بالجزيره، تفقدوا خلالها طبعا دولاب بطولات النادي الاهلي كالعاده، يعني اي حد بيجي ينبهر بيه، وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء كمان. وفي ختام الزياره دي قام الدكتور مهند مجدي ودكتور سعد شلبي باهداء درع وعلم النادي الاهلي للوفد الاماراتي اللي برضو اهدونا هم كمان، يعني درع ونادي درع النادي بتاعهم للنادي الاهلي طبعا. يعني كعاده اي حد بيخش النادي الاهلي لازم ينبهر بدولاب البطولات وبتاريخ النادي الاهلي الكبير، لازم ينبهر بالانشاءات اللي في النادي الاهلي، سواء اللي بقيمه استاد مختار التتش وصاله عبد الله فيصل او الانشاءات الجديده كمان اللي جوه النادي الاهلي. اي حد بيخش بينبهر، لان النادي الاهلي مكان اوروبي في اراضي عربيه على ارض مصريه يعني، فبالتالي ده من سمات اي حد يخش النادي الاهلي ان هو يبقى منبهر ومعجب جدا بالمكان. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نروح بقى لباقي اخبارنا، ونبدا من عند منتخب مصر وفيكتوريا. فيكتوريا طبعا كان طالب ماتشات وديه، وهو اوريدي عنده ماتش تحصيل حاصل، الراجل طلب وديه مع او خلاص هيخوض وديه ضد الجزائر خلال فتره التوقف الدولي اللي هي من 9 ل 17 اكتوبر المقبل. تم الاتفاق في الوقت ده او الوقت الحالي على تفصيل المباراه الوديه دي من حيث الموعد والملعب من اجل انهاء كافه الترتيبات مبكرا. منتخب مصر طبعا احنا عارفين ان هو عنده في سبتمبر لقاء مع اثيوبيا، طبعا تحصيل حاصل خلاص هو تأهل لبطوله افريقيا في كوت ديفوار، وبعد كده هيواجه منتخب تونس وديا يوم 12 من نفس الشهر برضه. وكان منتخب مصر طبعا اتأهل رسميا خلاص، من المنتخبات اللي اتأهلت رسميا خلاص لبطوله افريقيا في كوت ديفوار بعد ما حصد 12 نقطه من 4 انتصارات على حساب غينيا مرتين وملاوي مرتين وخسر مباراه واحده من اثيوبيا. روي فيكتوريا كان الحقيقه مجتهد جدا في ان هو عايز يعمل ماتشات وديه ويجهز لبطوله افريقيا، وطبعا ان انت تقابل المدارس المختلفه في افريقيا ده شيء مهم جدا، وتستعد استعداد كويس لبطوله افريقيا، وانت كمان عندك ماتش هو رسمي بصفه وديه، يعني رسمي بصفه وديه ان انت خلاص متاهله، لكن هتجرب برضه في ناس جديده. نروح بعد كده بقى حاله كبيره من الجدل داخل اتحاد الكره وانديه الجمعيه العموميه في الشهر اللي فات ده كله على فكره دوري القسم الثاني. في كميه كلام اول مره يحصل في تاريخ اللعبه في اي بلد في العالم. احنا طبعا كلمة دوري المحترفين في القسم الثاني دي جديدة على ودني. أنا هشرح باختصار كده النظام الجديد ده. دوري القسم الثاني هيبقى مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب. المجموعة ألف هي دوري المحترفين، هتكون مكونة من 20 نادي هيلعبوا دوري بنظام الدور الواحد، وبعدها هيتم تقسيمهم إلى 10 فرق اللي هم الأوائل دول هيلعبوا بنفس
نقاطهم اللي حصلوا عليها وهم 20 على صعود اول فريقين مباشره للدوري الممتاز، والعشر فرق اللي تحت هيلعبوا بنفس نقاطهم برضو اللي نزلوا بيها لتفادي الهبوط، هينزل ست فرق المره دي. طيب المجموعه بيه، المجموعه بيه خلي بالكم اللي هي دوري القسم الثالث مقسمه لثلاث مجموعات، اوائل الثلاث مجموعات دول هيلعبوا مع الثالث من القسم الاول اللي هو الممتاز به، يعني اللي هي الدوره الرباعيه لتحديد الصعود. يعني في فرصه لصعود واحد من فرق المجموعه بيه اللي هي توازي الدرجه الثالثه في النظام القديم، وهيصعد مباشره للدوري الممتاز لو تصدر الدوره الرباعيه. دي مفاجاه، دي مفاجاه كبيره جدا ان انت يبقى واحد من الدرجه الثالثه ممكن يطلع على طول كده للممتاز من غير ما يعدي على الممتاز به. دي جديده جدا 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 على وداني، يعني ما حصلتش في اي حته في العالم. مش عارف بقى ازاي دي هنعملها. تعالوا نتناقش مع الكابتن اسامه عرابي، احد ابناء النادي الاهلي واحد المديرين الفنيين المميزين الحقيقه، يعني واللي طالع من جهاز مانويل جوزيه وواحد من تاريخ النادي الاهلي وتولى تدريب انديه عديده جدا ونجح نجاحات كبيره جدا. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن وكل الساده المشاهدين. يعني فرحان بوجود حضرتك معايا طبعا، وحضرتك بالنسبه لي عارف طبعا معزتك عندي. يعني الله يخليك عبد الرحمن، القلوب عند بعضيها يعني، وانت عارف طبعا انت حبيبي ووالدك وكل الناس يعني. ربنا يخليك كابتن. طيب حضرتك طبيعه النظام الجديد لدوري الاسم القسم الثاني ده، ايه رايك في اللي حاصل ده فيه بالظبط؟ والله يا عبد الرحمن انا في ذهول يعني، او يعني لما قريت اللائحه اللي نزلوها اذا كان ده حقيقي فهتبقى فشل ذريع ومهزله وعدم عداله وعدم انصاف وتهريج، قول بقى كل يعني الواحد مش عايز يزود في الالفاظ تاني، يعني حاجه غريبه جدا. وانا سامعك طبعا وانت بتشرح من يعني اي منطق بيقول انك هو شيء كوميدي ان انت تساوي واحد في القسم الثالث بتالت القسم الثاني، دي شيء كوميدي جدا بالنسبه لي. اولا يا عبد الرحمن في حاجه، انت طبيعي انت عملت في الثلاث مجموعات بتوع القسم الثاني السنه اللي فاتت، هو مع احترام طبعا لكل الانديه لكن هي درجات يا كابتن طبعا، يعني في درجه قسم ثاني وقسم ثالث. انت عملت دوري وست فرق من كل مجموعه اللي هم يعتبروا الاوائل في مجموعتهم رغم ان الموضوع كان صعب، خليتهم في مجموعه واحده ثم ينزل لك اسوان والمحله وحرس الحدود يا كابتن. المهم هيبقوا 20 نادي، ده الطبيعي والمنطقي ان هم دول القسم اللي تحت الدوري الممتاز. واللي نزل من المجموعات ديت هو اللي في الدرجه الاقل، حتى انت تسميها قسم تاني الف وب مالناش دعوه بالاسامي، هي درجه اقل من الدرجه القسم الثاني، هي القسم الثالث، هي درجه اقل من القسم الثاني ومحسومه. أيوة قسم ثالث في اي حته في العالم، مالناش دعوه بالمسمى، مش معنى ان انت سميتها الف وب الف وب يبقى ده درجة واحدة، أو سميتها قسم تاني بس دي ألف وب يبقى دي درجة واحدة، لا طبعًا، هما طبعًا في يعتبروا في الدرجة الأقل. فمن أي في إزاي في أي منطق في أي حتة أنت عايز تميز اللي هو في الدرجة الأقل عن اللي في الدرجة اللي قبليه؟ أنت طبيعي ومنطقي. أنت لو أنت يا كابتن واحد في القسم التاني دلوقتي مدرب في اللي هي الألف يعني، ووصلت التالت ثالث يعني اتأهل الاول والثاني وانت وصلت للثالث وما وفقتش في الدوره الرباعيه دي، موقفك ايه ان يبقى طالع واحد من القسم الثالث وانت في القسم الثاني كنت ثالث القسم الثاني وما طلعتش؟ كان موقفك كمدير فني يبقى ايه ساعتها؟ لا مش بس كده عبد الرحمن، انت من الرابع الى ال 20 اللي هم 17 فريق دولت في تقييمهم اساسا اعلى من القسم الثالث، هم سابقين الناس اللي تحتيهم. فبأي منطق هتجيب لي بقى اللي هو المفروض في الترتيب بقى يبقى ال 18 اللي هو تحت في القسم التحتيه وهتطلعه على كل الناس دي؟ يعني منطقها ازاي؟ غريبه جدا. اولا دوري هيبقى اقل فنيا، اللعيبه اللي فيها هيبقوا اقل فنيا من القسم الثاني الف، الصرف هيبقى فيه اقل، فانت كاني مثلا ناس جابت 95% مثلا
في الثانويه العامه، فانت اخترت واحد والثاني، وبعدين جايب اللي بعديهم جايب برضه 95% زيهم بس ما وفقش، او 94، وانت جايب لي حد عنده 50% وعايز تعدي عليهم كلهم وتصعدوا لنفس الكليه. ده مش 50% يا كابتن، انت جبت واحد مش من الثانويه العامه اصلا، يعني الثانويه العامه دي اللي هي قبل الجامعه، انت جبت واحد من اعدادي دخلته الجامعه على طول. بس كده، وبعدين برضه يعني بحسبه بسيطه جدا، انت كان اكرم بقى واحسن لانديه القسم الثاني الف من بعد الثاني انه يشارك في الدرجه الاقل، لانه هيبقى عنده فرصه في الصعود صح، اكتر ما يلعب في الدرجه اللي هي الاقوى اللي هم ال 20 نادي صح. يعني انا دلوقتي انا طلعت الخامس او طلعت السادس، طب ما انا ما عملتش حاجه، ده لو كنت لعبت في الدرجه اللي اقل كانت عندي فرصه ان انا اطلع. واكيد انديه القسم الثاني كلهم اقوى من انديه القسم الثالث على الاقل يعني. مظبوط، واطلع للدوري الممتاز على طول صح. فانا ما اعرفش مين اللي فكر فيها، واساسا مين اللي ناقشها، واساسا مين اللي اجتمع عشان يدي القرار زي ده. فانا طبعا ده فشل ما بعده فشل، مع احترامي الكامل لكل من اتخذ القرار يعني. طيب رايك بقى في ان الدوري اصلا القسم الف ده من مجموعه واحده، يعني هو دوري من مجموعه واحده وهيتقسم بعد كده دور واحد، يعني دوري من دور واحد دي غريبه برضه يا كابتن. مش معترض ايه ال 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 انا بتكلم من دوري من دور واحد، يعني هي مجموعه واحده من دور واحد مش دورين. ده غريبه جدا برضه، يعني انا بصراحه ايه اللخبطه دي كلها. هو الدوري، بص يا كابتن، الدوري المجموعه الف ده من دور واحد، وبعد كده تعمل تصفيات، اول 10 يلعبوا على الصعود وال10 اللي تحت يلعبوا على الهبوط. برضه دي غريبه جدا يعني وحتى لما تقسموا كده، وزي ما قلت لك حتى ال10 اللي انت هتعملهم على الهبوط لو لعب في الدرجه اللي اقل كان سهل يصعد للدوري الممتاز عما كان في القسم الثاني الف. يعني هي لخبطه ومش منطقيه، وانت بتميز فرق اقل عن فرق مفروض افضل وفي الدوري الاقوى وهتصرف اكتر، وعايز تجيب واحد من تحت كده بباراشوت تطلعه للدوري الممتاز. فهي طرديه، واضح جدا هي طرديه ملهاش اي دعوه بمصالح الكره المصريه ولا ضرب الكوره اصلا. ما فيش حته في العالم فيها كده، هيبقى لاول مره في العالم دي. ما انا بقول لك يا عبد الرحمن، للاسف احنا بنفكر عشان تطور الكوره وان الامور تبقى افضل، انت كل تفكيرك ازاي ترضي اكبر عدد من الانديه وترضيه وانتخابات واي حاجه بتتعمل في اي حاجه قصر ولازم. بصراحة يعني موضوع غريب جدا يعني مش منطقي يعني. طيب ما ينفعش يكون معاك كابتن أسامة عرابي بالنجاحات بتاعت الموسم اللي فات دي كلها للنادي الأهلي، خمس بطولات، خمسة من خمسة ما شاء الله يعني. عايز رأيك في الموسم اللي فات عموما كحصاد موسم ببطولاته، وتوقعاتك لشكل الموسم اللي جاي للنادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي عمل موسم كبير ومن المواسم الحلوة في تاريخ النادي الأهلي. أكيد مر علينا فترات طويلة في خلال تاريخنا عملنا مواسم ناجحة زي كده يعني. أنت من الناس يا كابتن اللي خدوا 7 دوري ورا بعض صح؟ الإيه؟ أنت من اللعيبة اللي خدوا 7 دوري ورا بعض ما شاء الله يعني. آه 7 دوري ورا بعض في فترة برضو في الثمانينات خدنا 3 كؤوس ورا بعض واحتفظنا بالكاس، وكنا قبلها واخدين فريق أبطال دوري، وبعديها بسنة خدنا أبطال دوري. يعني في فترة من 82 ل 87 لعبنا 6 نهائيات افريقيا ما شاء الله متتالية، ما خسرناش الا غير بس فيها واحدة، يعني خدنا فيهم 4 دوري و 3 كاس و2 دوري يعني. فالحمد لله يعني. ومش بس كده، في حتى التاريخ اللي قبلي واللي بعدي في انجازات كبيرة جدا. فالسنة دي برضو من المواسم الناجحة للنادي الاهلي، موسم كبير طبعا. مبروك لاداره النادي، للمستر كولر وجهازه، لكل العاملين، فعلا موسم كبير وموسم تاريخي. طيب وشايف الموسم اللي جاي ازاي بقى، وصعوبات الموسم اللي جاي بعد كده ايه؟ طبعا تملي لما بتكسب كل حاجه بيبقى الموسم اللي بعده اصعب في انك تحافظ على اللي انت خدته كله، يعني ده طبيعي ومنطقي. اكيد
ايه، في صفقات جديده تدعم الناس اللي لعبوا السنه اللي فاتت، ده طبيعي، في ناس هتمشي ده ترحل. طبعا برضه بنقول بالتوفيق لكابتن سيد عبد الحفيظ في اي مكان يعمل فيه، سواء داخل النادي او خارجه، انه سيد واحد من افضل المديرين طبعا الكره اللي جم في تاريخ النادي، وانا اشتغلت معاه فتره ايام مارتن يول، وطبعا كان زميلي في الملعب رغم ان هو اصغر مني بكتير طبعا، بس انا لحق معاه سنه ولا حاجه، فمن الشخصيات المحترمه جدا والناجحه جدا الفترات اللي فاتت، ونتمنى له كل التوفيق وسنه الحياه يعني، وان شاء الله يعني الافضل ليه في الفتره الجايه يعني. وبرضه بالتوفيق لخالد بيبو، ربنا يكرمه ويقدر ينجح زي اللي قبليه كلهم ما نجحوا على مدارات طويله. مبروك برضه الوليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، ربنا يوفقهم. ودي مراكز يعني كلنا بنتبادلها يعني، اصل يعني انت لو حسبت في مديرين الكوره في عشرات يقدروا يجوا في مركز مدير الكوره في النادي الاهلي، لو حسبت مدير قطاع الناشئين في عشرات بل ممكن مئات يقدروا يمسكوا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ولكن خلاص هو وقع الاختيار على كابتن خالد بيبو ووليد، نتمنى لهم التوفيق، والاثنين لهم تاريخ في النادي وخدموا كتير، وربنا يوفقهم ويقدروا يحققوا حاجات سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول خالد مع مستر كولر، ونشوف موسم ناجح زي الموسم اللي فات يعني والمواسم اللي قبل يعني. شكرا كابتن اسامه عرابي، مكالمه كانت مهمه جدا، وضحت فيها امور كتير قوي. انا دوري القسم الثاني دي بصراحه قصه مش فاهمها، يعني زي ما قال كابتن اسامه عرابي كده، هي فيها ظلم كبير جدا لل 18 نادي التانيين اللي في القسم الاول او اللي هو الف يعني دي، فيعني هم لخبطوني بصراحه، انا اتلخبطت يعني. الاحسن دلوقتي واحد يعمل نادي جديد ويخش القسم الثالث ويطلع ممتاز على طول، ولا الاحسن ان انا ابقى في الممتاز به واطلع ممتاز واطلع الدوري الممتاز على طول؟ انا مش فاهم، ودي حاجه ما حصلتش في اي حته في العالم، مفيش. لكن يعني شفتوا طبعا اخلاق النادي الاهلي في ختام مداخله كابتن اسامه عرابي وكلامه عن كابتن سيد وكابتن خالد بيبو والكلام ده كله وكابتن وليد سليمان، دول ولاد النادي الاهلي وهم بيهنوا بعض بالمناسبه يعني، اللي بيتم اختياره كل الناس بتقف معاه وكله بيدعمه يعني، واللي بيسيب منصب برضه بنتمنى له التوفيق. ارجع بس لكلامي عن الممتاز به، دي قصة أنا مش عارف هتعدي إزاي، ومش عارف اللي فكر فيها جابها منين، أنا ما أعرفش أصلا، ومش عارف أصلا دي ينفع يتوافق عليها من الفيفا ولا لأ، يعني هل الفيفا سايبة الموضوع إن عادي ممكن فرقة من القسم الثالث تطلع القسم الأول مرة واحدة؟ دي أنا مش عارف، هو ده شأني داخلي بس في نفس الوقت ما ينفعش ننفذ نموذج مش موجود في أي حتة في العالم يعني، ما هو ده نموذج ما حصلش في أي حتة في العالم، ده نموذج جديد على أي حد بيتفرج على كورة واي رياضه تانية والله يعني، انا ما اعرفش ممكن مثلا في اي لعبه تانية يطلع حد من القسم الثالث للقسم الاول على طول دي ولا لا، انا دي بالنسبه لي حاجه مبهمه يعني. خلاص نعدي بقى الموضوع ده يا جماعه ونروح لبقيه اخبار الرياضه المصريه بقى معانا، يعني البطل المصري محمد ابراهيم كيشو طبعا بطل المصارعه الروماني، واللي حصل على ميداليه برونزيه في اولمبياد طوكيو طبعا في 2020 في معسكر الحالي المقيم في رومانيا بسبب الإصابة بيغادر المعسكر ده بعد تعرضه لها خلال المعسكر. تعرض كيشو لإصابة في أنقل القدم اليمنى ورجع لمصر لتلقي العلاج، ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعب على الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية للوقوف على مدى الإصابة وإمكانية لحاقه بالبطولة الفترة المقبلة. تاني، الإصابة تحرم كيشو من المشاركة في منافسات بطولة رومانيا الدولية اللي بتقام في الوقت الحالي من 18 ل 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يدخل منتخب المصارعة في معسكر خارجي بالمجر في الفترة من 21 ل 31 أغسطس في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم اللي هتقام في 15 سبتمبر. طبعا ربنا يشفيك، وده بطل مهم جدا، بطل أولمبي، وإحنا الأبطال الأولمبيين اللي عندنا نحافظ عليهم يعني، إن شاء الله تكون حاجة بسيطة وإن شاء الله يرجع يلحق معسكر آخر أغسطس ده إن شاء الله. تعالوا بقى نروح لمنتخب كرة اليد، نجاح مبهر، وكرة اليد على فكرة محافظة على نفسها يعني، نفس الفئة العمرية دي السنة اللي فاتت خدت البطولة، والفئة اللي أصغر منها خدت تالت عالم، فهم كرة اليد احنا عندنا كنز. نجاح منتخب مصر للشباب كرة اليد في الوصول للمربع الذهبي لبطولة العالم المقامة في كرواتيا بعد الفوز على جزر الفارو في ربع النهائي بنتيجة 38-34 في الوقت الإضافي،
بعد ما انتهى الوقت الاصلي بنتيجه 31 31 31 31. دي احنا قبلها ب 25 ثانيه كان فرق 2 لجزر الفارو. الاجواء كانت عظيمه جدا. تاهل منتخب ناشئين اليد الى ربع النهائي يعني المربع الذهبي. هم كده كانوا في الثمانيه الاوائل، هيبقوا في الاربعه الاوائل. احنا عارفين نظام اليد مختلف شويه يعني. هم كده كسبوا كمان البرازيل مساء يوم الاثنين 38 23، وخسروا من اسبانيا بس خساره غير مؤثره في ضمان التاهل يعني، هو كانوا ضامنين التاهل كده كده. ونجح المنتخب في ان هم يحققوا فوز باول لقاءاته في الدور الاول على نظيره الياباني بنتيجه 40 32، قبل ان يلعبوا التشيك ويحققوا الفوز ايضا 28 22، وعلى ايسلندا بنتيجه 33 30. وطبعا هم عاملين انجاز كبير جدا جدا جدا، وكعاده كره اليد عندهم مميزات كتير قوي في الاعمار السنيه. لكن احنا بقى عشان نعرف اكتر معانا الكابتن فوزي فضالي، واحد من نجوم الزمن الجميل، واحد من اصحاب الخبرات العظيمه مع النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره اليد، يكلمنا بقى عن مستوى منتخب الشباب الحالي، وهل ممكن نحقق الانجاز مره تانية بالفوز بالبطوله ولا لا. كابتن مساء الفل يا كابتن فوزي. مساء الخير يا كابتن عبد الرحمن، يعني منورنا في شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين بقى ناخد رايك كده في تاهل منتخب شباب اليد للمربع الذهبي في بطوله العالم. اولا انا سعيد بالمداخله في هذا البرنامج الجميل في قناه النادي الاهلي. ثانيا بتوجه بالمباركه لجميع اعضاء الاتحاد المصري لكره اليد والجهاز الفني بقياده الكابتن محمد الالفي والمدرب العام كابتن وائل. والحقيقه مبروك ليهم جميعا، انجاز عظيم. الحقيقه ما كانش متوقع قوي للعمر الزمني دوت اللي هم مواليد 2004 انهم يوصلوا الى هذه المرحله. لكن الحقيقه انا شايف اصرار، تابع المباريات كلها تقريبا بتاعتهم، شايف اصرار عظيم من الفرقه، شايف ان في تخطيط كويس سواء اداره واداره كويسه من على الخطوط، ويمكن دي هي اللي قربت الفرقه الى المربع الذهبي اللي ان شاء الله نتمنى ان هم يساعدونا بنتيجه تسعد شعب مصر. طيب هل تتوقع وصول الفرقه للنهائي والتتويج باللقب ان شاء الله؟ يعني بص، هو كل مباراه بيبقى دايما ليها ظروفها، وكل مجموعه انت لما تنتقل في الهاندبول من مرحله لمرحله كل مرحله بيبقى ليها ظروفها تماما. يعني انت في البدايه خالص في المجموعات كانت المجموعه بتاعتك سهله نسبيا فقادر تتفوق فيها. لما رحت بعد كده للمجموعه الثانيه بقى في درجه صعوبه اعلى شويه، النقاط اللي اخذتها معاك من المجموعه الاولى ساعدتك. دلوقتي خلاص احنا بنلعب في منطقه اللي هي مش خروج المغلوب، لان خلاص انت بتلعب من الاربعه الاوائل. بالنسبه لتوقعاتي انا الشخصيه عن المباراه الجايه، طبعا دلوقتي انا لسه بتابع مباراه الدنمارك والبرتغال اللي هتبدا يعني كمان 10 دقائق او اقل من 10 دقائق، انت هتلاعب الكسبان منه. اعتقد ان فرصتنا هتبقى كبيره ان شاء الله سواء الدنمارك او البرتغال. احنا لعبنا الدنمارك مباريات وديه وعملنا معاهم مباريات ممتازه جدا، وهم كسبونا ماتش واحنا كسبناهم ماتش في حدود معلوماتي. لكن البرتغال فرقه من الفرق اللي في الاعمار السنيه الصغيره تبقى ثقيله جدا. اي واحد فيهم هيوصل معانا للمباراه ديت اعتقد ان مش هتبقى مباراه سهله، لكن ولادنا اعتقد ان هم قادرين على ان هم يحققوا لنا كل طموحاتنا. عندي سؤال في ذهني كده دايما ببقى متردد وانا بساله، بس هساله بما ان حضرتك معايا، يعني ليه منتخبات البنات او ليه ما عندناش منتخبات بنات بالقوه اللي فيها منتخبات الشباب دي، وليه اصلا منتخبات البنات ما بتشاركش في بطولات الهاندبول الدوليه والافريقيه يعني؟ هو الحقيقه احنا جالنا دروب عالي وفتره طويله جدا في منتخبات البنات. وكان عندنا فيها مشاكل كثيره جدا جدا، وكان تم التركيز على منتخب الاولاد. اللي انت بتشوفه النهارده سواء من منتخب الناشئين او منتخب الشباب او منتخب الرجال هو حصاد فوق ال 20 سنه من العمل. الحقيقه بالنسبه للاولاد يقدر الولد يقدر يقعد في معسكر 5 ايام او 3 ايام وبعدين يرجع للنادي بتاعه يشترك في المنافسه وبعدين يرجع تاني للمعسكر وبعدين يقدر يسافر لاحتكاكات كتيره. اعتقد ان الفرصه دي ما كانتش موجوده قوي للبنات. لكن مش معنى كده ان انا حزين ان ما يكونش فيه في مصر منتخب سيدات، لكن بقول ان عندنا فرصه كبيره جدا
عندنا ثلاث أجيال متتالية اللي هم 2002 2004 و2006 اللي لسه بيدخل دلوقتي وبيبدأ يعد من دلوقتي. عندنا الأجيال الثلاثة دول مع مجموعة من اللاعبات في مواليد 2000 نقدر نعمل فيهم نواة منتخب سيدات قوي. لكن المشكلة اللي هتفضل تقابلنا، هل الناس هتتحمل انك انت في فترة الاعداد دي انت ما عندكش الاحتكاك الخارجي؟ عشان تعمل الاحتكاك الخارجي ده معناه فلوس كتيرة، معناه انك بتصبر، ما فيش النتائج مش هتيجي من اول وهلة عبال ما اللاعبين بتبدأ تاخد على الليفل دوت. محتاج تأسس طبعا، هيتم تأسيس بنات بشكل ان هم يقدروا يشاركوا، فبالتالي هيبقى في الاول صبر عليهم فترة طويلة طبعا. يعني مين هيصبر؟ ما احنا في مصر للاسف الشديد لا الصحافه بتاعتنا بتصبر، لا الجماهير بتصبر، لا يعني كله متصور انك انت كسبت بطوله افريقيا ناشئات وكسبت بطوله افريقيا شباب، يبقى انت المفروض تكسب بطوله افريقيا سيدات. لا دي حاجه ودي حاجه، يعني صعب، المسافه بعيده شويه. انما بقول ان احنا في نقطه بدايه دلوقتي، العمل اللي بيتعمل دلوقتي مع قطاع السيدات هو عمل جيد جدا، علينا الصبر عليه عشان نقدر يكون بعد 5 سنوات يبقى عندنا فريق كويس يستطيع ان هو يمثلنا بشكل مشرف في كاس العالم. مش هينافس، هيمثلنا بشكل مشرف في كاس العالم. اولا كلام مهم جدا من حضرتك كابتن، وفعلا احنا انا نفسي يبقى فيه، لان احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى وفي دلوقتي اداره لكره اليد على اعلى مستوى، فنفسي نستغل ده في ان احنا نعمل فرق بنات كويسه تشارك في البطولات. لكن انت حضرتك لفتت نظر النقطه مهمه جدا ان هي عايزه صبر وعايزه امور ماديه كتير جدا جدا جدا. يعني هي كانت مداخله جميله جدا، وانا بشكر حضرتك جدا عليها كابتن، متشكر جدا لوجود حضرتك معايا. يعني انا نقطه الهاند بول دي محيراني، احنا في الشباب وفي المنتخبات الاولى عندنا للرجال من اميز المنتخبات في العالم، سواء على مستوى الشباب على المستوى الاول على اي مستوى، من اميز المنتخبات في العالم. لكن حصل اهمال لحته منتخبات السيدات دي، او فعلا زي ما الكابتن بيقول ان هو ما كانش في صبر عليها شويه، او محتاجه صبر عشان نوصل لنفس النتيجه بتاعه منتخب الشباب. يعني تعالوا بقى نروح للاخبار العالميه. نادي ريال مدريد الاسباني النهارده اعلن اصابه الحارس البلجيكي توجو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي في الركبه اليسرى، خبر مؤلم جدا لكل عشاق ريال مدريد. يعني الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد قال ان التشخيص اللي اجراه تيبو كورتوا من اللي هو 31 سنه طبعا اثبت تعرض الحارس البلجيكي بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر ان يخضع الحارس الدولي البلجيكي لعمليه الجراحه في الركبه اليسرى خلال الايام المقبله بحسب بيان نادي ريال مدريد. خبر محزن جدا لكل عشاق ريال مدريد ولكل عشاق كورتوا اللي هو من احسن حراس العالم طبعا. نتمنى شفاء كورتوا سريعا، لان ريال مدريد هيتاثر كتير، ده الحارس الاول اللي عندهم، لكن عندهم فرصه ان هم يجيبوا حارس تاني في الوقت الحالي. يعني نروح بقى للارجنتين، دييغو سيميوني جاله عرض وهو مدرب لاتلتيكو مدريد من السعوديه. العرض السعودي مغري جدا طبعا، وده ما بقاش مفاجئ بالنسبه لي، خلاص احنا عارفين. لكن سيميوني قال ان هو ما بيفكرش بالطريقه دي ومش هيروح السعوديه دلوقتي، وهو مرتاح مع اتلتيكو مدريد ورفض النادي السعودي من اجل البقاء في العاصمه. وقال سيميون خلال التصريحات لصحيفه ماركا الاسبانيه: العرض السعودي لم يجعلني اتردد، في الحقيقه انا سعيد جدا بوجودي هنا مع اتلتيكو مدريد. واضاف: لم افكر في العرض المقدم من السعوديه حتى اذا تم زياده المقابل المادي للعرض، فانا سعيد في اتلتيكو، وسيتم ويستهل اتلتيكو مدريد طبعا مشواره في بطولة الدوري الأسباني هذا الموسم بمواجهة جرناطة الأسباني يوم الاثنين المقبل. ده كان آخر خبر معانا، الوقت جري بسرعة النهاردة جدا، لكن الحلقة كانت دسمة وكان فيها مداخلات كتير وكان معانا أخبار كتير وموضوعات كتير. يعني كانت حلقة مهمة جدا النهاردة، وكنت مستمتع بوجودي معاكم على شاشة قناة النادي الأهلي. إن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع المقبل، وفي الختام خير سلام.